السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما نقدم لكم الجديد مع عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في بوجير، اقامه بوجير كما كتشوفوا. عندنا واحد الشقه اللي فيها 64 متر في الطابق الثاني، بلوك 11 كما غادي تشوفوا. غادي نطلعوا ان شاء الله نشوفوا الشقه اللي كاينه في الطابق الثاني هنايا في بوجير، مدينه بركان كما كتشوفوا. نحاولوا نبارطاجيو معكم الاجواء كما راها. نطلعوا ان شاء الله نشوفوا الشقه اللي متواجده في الطابق الثاني. بسم الله على بركه الله. الدخله ديال الباب هي هذه كما كتشوفوا. بسم الله. بسم الله على بركة الله. ما تنساوش البارطاج خوتي والاشتراك في القناة عبد اللطيف القنوري باش دائما يوصلكم الجديد. هذه هي الطلعة، عندنا الطابق الثاني 64 متر. بسم الله. بسم الله على بركة الله. نشوف الشقة ديالنا اللي فيها 64 متر. هذه هي الشقة على اليمين ديالنا، كاين هذا الحمام. الحمام كما كتشوفوا متسع تبارك الله. هذا هو الحمام، هنايا الدوش، فيها حمام ودوش في نفس الوقت. هنايا عندنا وسط الدار والصالون كما كتشوفوا تبارك الله متسع، عندو السرج معنا برا. الصالون ديالنا هو هذا كما كتشوفوا، عندو السرج على برا. السرجم تبارك الله كما كتشوفوا. ندخلوا نشوفوا الكوزينه. الكوزينه تبارك الله كما كتشوفوا بلاكارات. كاين شي حوايج اللي في الكوزينه ما غاديش يتباعوا، بحال مثلا الماشينه لافي، بحال الثلاجه. كذلك السرجم عندها في الكوزينه يطلع على برا تبارك الله. الكوزينه متسعه اللهم بارك. فيها جوج ديال البيوت وصالون كوزينة حمام ودوش. هذا بيت تا هو عندو السرجم ديالو على برا كما كتشوفو تبارك الله. بيت متسع عندو السرجم ديالو كيشوف على برا. البيت الثاني كما كتشوفو تا هو عندو البالكو تا هو كما كتشوفو. عندو البالكو، نشوفو البالكو تا هو البالكو تبارك الله كيشوف برا. البلاكار تبارك الله كما كتشوفو من القنت للقنت. كما كتشوفوا كاين شي حوايج اللي في الصالون ما غاديش يتباعوا، وكذلك في الكوزينه ما غاديش يتباعوا. ان شاء الله غادي نحط لكم الرقم ديال الهاتف، اللي بغى هاد الشقه يتصل. نطلعوا نشوفوا السطح. بسم الله على بركه الله. السطح هو هذا كما كتشوفوا تبارك الله.
حي الحرشة. ها هو قريبة من هنا. لا تنسوا اخوتي البارطاج والاشتراك في القناة، واشوفكم دائما الجديد مع عبد اللطيف القنوري. ان شاء الله غادي نحط لكم رقم الهاتف اللي بغى هاد الشقة هادي يتصل. حنايا كنحاولوا نبارطاجيو معكم الاجواء وكذلك الحوايج الزوينين. وبالنسبة للثمن غادي نحط لكم ان شاء الله في الشاشة باش تعرفوا الثمن، وحنا ما عندناش علاقة بالثمن، حنا كنحاولوا نبارطاجيو معكم الاجواء. كاين بعض التعليقات اللي كيقول لك غالية ولا ما تستحقش ولا شي حاجه، حنا ما عندناش علاقه بالثمن، حنا كنحاولوا نبارطاجيو معكم الاجواء وكذلك حوايج زوينين. وتحياتي لكم خوتي، ودائما البارطاج والاشتراك في القناه باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. نتوما الاولى مباشره معكم من حي بوجير مدينه بركان. تحياتي لكم، مع السلامه. هذا هو الدروج ديالها، الدروج واسعين كما كتشوفوا، حي بوجير الطبق الثاني